في البلاتو زميل واجع برحومة في حوار مع لطفي الرحموني الجامعي والمختص في التراث وكذلك الفنان القدير لطفي بوشناق اللي أسعدنا بحضوره هذا الصباح. احنا كنا تحدثنا في بداية الحصة على نغم علمني والنغم هذا اللي بقى راسخ في ذاكرة التوانسة ديما يذكرنا بالمكتب وبالدراسة وغناه هو بكل إحساس وبكل صدق. ذاك علاش حبيناه اليوم يكون حاضر معانا ويرافقنا في أجواء العودة المدرسية ونتحدث معها على ذكرياته زيدة في الدراسة. قبل ما نمشي وملل هذا نشوف ساعة متحف التربية ثم نعود. تفضلوا. من بين القاعات البارزة في متحف التربية واللي تشد الاهتمام قاعة التدريس. أهم مكونات هذه القاعة لا تعطينا عليها فكرة. بالنسبة لمكونات القاعة التدريس العصري هي الجزء الأساسي منها بالنسبة للطاولات سواء كان طاولات التلاميذ ولا طاولات المعلم وهي تعود إلى فترة نهاية الثلاثينات وقادمة من نهج الباشا. بالإضافة إلى ذلك أهم المكونات التي أهم الأدوات التي يستعملها سواء التلاميذ أو بالنسبة للمعلم وهي التي لم تعد إلى الآن في حالة استعمال مثل الريشة سواء الريشة بالنسبة للغة العربية أو ريشة اللغة الفرنسية التي تختلفان من حيث الحجم. إضافة إلى ذلك الجفاف البولفار معناته وقت يزوروا المتحف ما يعرفوش يعني يعتبر بالنسبة لهم اكتشاف بالنسبة لهذا اللي شايفه معناه اللي جفوا به الحبر وقت اللي يصير معناه اللي يغدروا به بالنسبة للكراسات. إضافة إلى ذلك الحبر الخاص بالمعلم وهو الخاص باللون الأحمر يعني الاستعمال كان معناه بشكل تام بالنسبة للحبر عدم وجود الأقلام الجافة بالنسبة للفترة الاستعمارية وإلى تقريبا إلى بداية الثمانينات بالنسبة للمدرسة التونسية في أغلب الجهات. إضافة إلى ذلك ركزنا على مسألة اللباس اللباس الذي كان متداول خلال تلك الفترة من خلال بعض الصور أنا حاولنا إعادة إحيائه. عنصر ثاني ركزنا عليه مسألة الاختلاط أن عرقة المدرسة التونسية فيها عنصر مهم هو الاختلاط بين الذكور والإناث يعني وهي ظاهرة تعود تقريبا إلى بداية العشرينات بداية ظهور الأقسام المختلطة. طبعا إضافة إلى لوحات التزيين واللوحات الحائطية التي متتواجدة إلى الآن بالنسبة للمدرسة التونسية طبعا مع مراعاة خصوصية الزمن يعني أن اللوحات قديمة ومعلقات قديمة بالنسبة للمدرسة. سياق كامل مخصص الملتي ميديا بهذا المتحف وهو مخصص للنشاط الثقافي والتنشيط الثقافي لهذه الرحلات المدرسية التي تزور أو تتوافد على المتحف طيلة السنة الدراسية. وهنالك أيضا فضاء مخصص للباحثين الشبان من مستوى الماجستير مستوى الدكتوراه يعني يدرسوا التراث التربوي لأن هناك أرشيف وعدة وثائق تهم تاريخ المدرسة التونسية وأيضا تاريخ التعليم والتربية في تونس وخارج تونس والوطن العربي. هناك احتفاء خاص في هذا المتحف بالمبدع الراحل محمود المسعدي إضافة إلى التعليم الزيتوني. لماذا تم تخصيص فضاء للتعليم الزيتوني وهذا الاحتفاء بمحمود المسعدي اللي الأكيد أنه ساهم في إصلاح التعليم في تونس وتعريب التعليم في تونس؟ بالنسبة للتعليم يعني التعليم التقليدي التعليم الزيتوني هذا يعني ضرب في القدم يعني منذ تأسيس الزيتونة نفسها يعني منذ القرن الثامن ميلادي يعني لكن بالنسبة للتعليم العصري التعليم العصري أحدث في هذه البلاد يعني منذ 1840 منذ أحمد باي منذ تأسيس المدرسة الحربية باردو كذلك فيما بعد يعني المعهد الصادقي 1875 والتفتح على اللغات العصرية وعلى هذا التعليم العصري بحيث بالنسبة للتعليم العصري يعني هو ضارب في القدم قبل مجيء الاستعمار لهذه البلاد. مع دخول الاستعمار بدأت المطالب الوطنية بنشر وبالاستفادة من هذا التعليم لكافة شرائح يعني المجتمع. بالطبع كان هذا المطلب الرئيسي للحركة الوطنية يعني المطلب الرئيسي للحركة الوطنية هو يعني نشر التعليم العصري في هذه البلاد يعني مطلب وطني.
مع الاستقلال وتأسيس الدولة الوطنية بالطبع هنا يعني أصبح التونسيون رجال الحركة الوطنية هم الذين يشرفون هم الذين يشرفوا على الدولة بالدولة. وقد تم نشر التعليم عموديا وأفقيا، وكان محمود المسعد الذي كان يعني الذي ترأس وزارة التربية آنذاك يعني في 58 خصوصا كان يعني من نقابي، كان في الاتحاد العام التونسي للشغل، كان هو رئيس فدرالية التعليم العمومي، كان المسعدي كان رئيس فدرالية التعليم في الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان يعني رقم 2 بعد فرحات حشاد في المنظمة الشاغلة. فلهذا الرجل تراث قديم، واختياره في سنة 1958 ليشرف على وزارة التربية لأنه تواصل لنشاط الحركة الوطنية وتواصل لرجالات الحركة الوطنية الذين أشرفوا على حكومة الاستقلال وأسسوا الدولة العصرية. وبالنسبة للتعليم التقليدي وجامعة الزيتونة يعني لم تعود الحاجة، لأن أصبح الدواليب الحكم بيد التونسيين، وكان المطلب الرئيسي يعني منذ نهاية القرن 19 نشر التعليم العصري. فتم نشر التعليم العصري وتأسست المدرسة العصرية بكامل أنحاء البلاد. وهنا بالنسبة للكتاتيب لم يعد لها يعني دور يعني يذكر، فحتى الكتاتيب والفروع الزيتونية أصبحت مدارس تعليم ثانوية. سؤال أخير، الأكيد أن الوثائق الموجودة هنا هي وثائق نادرة وفريدة، نعم، والمعدات كذلك، لكن ما هي أهم وثيقة يفتخر هذا المتحف بامتلاكها وهي نادرة على مستوى العالم؟ ممكن مستوى العالم كلمة كبيرة نوعا ما، لكن هنالك عدة أشياء تشاهدونها في المتحف هي موجودة، مثلا حوامل يعني أو أدوات يعني بيداغوجية كان التلاميذ يستعملونها في تدريس في المخابر، مخابر الكيمياء والفيزياء لغير ذلك، هي حتى ليست موجودة بفرنسا بمتاحف المعروفة، يعني فرنسا متحف روان مثلا هي غير موجودة به. لكن بالنسبة للمتحف لهنا المتحف التربية ربما أهم وثيقة هو السجل التاريخي، السجل التاريخي أو الدفتر التاريخي لتلاميذ المعهد الصادقي، وهو يعني دفتر أو سجل كبير الحجم الكبير يعني مدون به منذ افتتاح المعهد الصادقي من 1875، اسم أول تلميذ دخل المعهد الصادقي إلى الاستقلال الداخلي 1955، حيث نجد بهذا الكتاب الكبير عدة إرشادات تهم جل التلاميذ الذين تتلمذوا بالمعهد الصادقي. أكثر الأسئلة التي تورد عليكم؟ أغلب الأسئلة ما أهمية متحف للتربية؟ يعني هذا السؤال يعني أنا يكرره الكثيرون، ما أهمية؟ والأهمية صراحة يعني نحاول في كل مرة أن نوضح أن المسألة مهمة بالنسبة جدا بالنسبة للتعليم، وهو من المتاحف النادرة في مستوى العالم العربي أن يعني نجد متحف مختص في التربية والتعليم. ولكن بالنسبة لتونس لنا تجربة تعليمية عريقة، سواء كان في التعليم العصري أو في التعليم التقليدي، سواء كان التعليم الزيتوني أو تعليم الكتاتيب وغيره، ولنا رصيد مهم جدا. ومثل ما ترون بالنسبة لسواء قاعدة التدريس أو في بقية أجزاء المتحف، هناك العديد من المكونات التراثية القديمة التي لها أهمية قصوى بالنسبة لتاريخنا، وهو في ربط الماضي بالحاضر بالتفتح للمستقبل. يعني هذه الأهمية الكبرى بالنسبة لمثل هذه المؤسسة. كل عام والأسرة التربوية بألف خير. قلت خلنا نهز الحمل شوية على الزميلة يسر، خاصة الإيقاع ماراثوني هذا الصباح احتفاء بالعلم والمتعلمين والأسرة التربوية بشكل عام. ربي يحمي تونس، ربي يلطف بينا ويلطف بتونس، ومن محاسن الصدف متاعنا كونه برشا لطف هذا الصباح في هذا الاحتفاء أو هذا الاحتفال أو هذا العدد الخاص بالعودة المدرسية للدكتور لطفي مكتوف. وتو يشرفني الفنان الكبير لطفي بشناق، مرحبا بك سيدي لطفي. نهار مبروك وصباح المسك والعنبر وصباح الشهد والسكر يا أحلى صباح. أيضا صديقنا وزميلنا في برنامج نسمة الصباح اللي اليوم ما هوش نسمة الصباح حقيقة، سي لطفي الرحموني، مرحبا بك سي لطفي. شكرا، صباح خير وديع، صباح خير
خويا لطفي وزميل حتى هو نتاع الدراسة قديم. وصباح خير للسادة المشاهدين، وصباح خير خاصة للأولياء اللي قاموا قبل الوليدات نتاعهم باش وصلوهم المدارس نتاعهم، وإن شاء الله عامهم مبروك. العام الدراسي يكون هذا عام مبروك على الجميع وعلى البلاد التونسية. قبل ما نعقبوا على الروبورتاج الأخير حول متحف التربية اللي يدخل في مجال اختصاصاتك سي لطفي، باش نمشي مع خويا لطفي باش نرجع معاه يعني لذكريات الدراسة، لعله النهار الأول اللي يدخل فيه البشر للمكتب يبقى راسخ في الذهن بالنسبة ليك سي لطفي. أين قضيت عطلتك العودة إلى المدرسة؟ وأنا النهار الأول قبل النوسيون متاع العطل، لأنه يعني الطفل يكون في عطلة مفتوحة وفجأة باش تنظم حياته بشكل آخر. طبعا ذكريات حلوة برشا، والجو متاع الدراسة وجو المكتب، وإحنا كنت نقرأ في مكتب الحلفاوين، عنده نكهة أخرى وعنده جو آخر وعنده ذكريات جميلة برشا. والتوى تلامد احنا رانا كنا مازلنا نتعلم، واطلب العلم من المهدي الى اللحدي. نعم. كانت عندها نكهتها، وكانت عندها تحضيراتها، وكانت عندها السر متاعها. ما نعرفش توا كيفاش اولادنا، ما بالنسبه لنا احنا الكرتابه والتغليف نتاع الكرارس، تغليف الكتب والتغليف مش الكرارس، هو كانت احيانا كراسه يتيمه وكتاب واحد، لكن اعتقد يعني كون المنهج التعليمي تبدل في ذلك الوقت افضل من اللي نعيشه الان. ما نجمش نقول افضل ولا، لكن معناتها اهل الاختصاص يقولوا. اما كان كما قلت انت، كانت تو كيف نشوف الكرتابه نتاع ولدي، معناتها شي يهز فيها وشي يحمل فيها، ونشوف الاسعار نتاع الكتب، ونشوف الاسعار نتاع الكرارس، ونشوف الاسعار نتاع الكرتابه. ادعو الله ان يوفق الناس، ورب ان شاء الله يساعدهم، خاطر مصروف كبير بصراحه. الكتاب يوصل ل 45 و120 الف، والكرتابه ب 80 و120 و100 كرتابه وصلت ل 200 دينار معناها احيانا مع الكارت الجريز نتاعها. ربي يكون في عون الاولياء، ورب ان شاء الله يساعدهم ان شاء الله باش يوصلوا اولادهم، ورب ان شاء الله يوفقنا ويوفق هالبلاد هذه وبعد عليها البلاد، وإن شاء الله ربي يسلكها ويجريها على الصلاح بجاه القرآن العظيم. نعم. لطفي الرحموني تقريبا من اللي نعرفك على هذه الشاكلة، ولعلي أشك كونك توجدت هكا أصلا. أيه. على حتى مش نسألك النهار الأول نتاع اللي دخلت فيه للمكتب، ولا كان سؤالك غريب شوية بالنسبة لي. ما عنديش برشا، نقولوا 50 عام. أيوة. ما نص قرن تقريبا ولا أكثر شوية. النهار الأولاني ما فماش واحد ينسى النهار الأول، وخاصة أني دخلت في سن الخامسة من العمر من الكتاب، بعد ما دخلوا اللي ولاو بعد يعني تعديت على مرحلة الفلقة. ما يظهر لي كما الناس الكل كما لطفي تعدينا الكل على الكتاب، من الكتاب للمدرسة. وما نعرفش إذا كان وقتها كان المدير باش يقبلني ولا ما يقبلنيش، مش أنا معناها الوالد وصلني وحطوني في القسم، والله يرحمه ينحب نذكر اسمه على خاطر كان المعلم تاعي السنة الأولى والسنة الثانية سي مسعود الزموري، فهمني هذا المعلم اللي كان الأب، خاطر ولا من بعد تقعد ديما في الذاكرة نتاعنا المعلم، هما الكل قعدوا في الذاكرة لكن خاصة المعلم الأول. المرور من الكتاب لمرحلة أخرى ربما احنا ما حسيناهاش وقتها، لكن هي عندها قيمتها وتقعد مدى الحياة. نعم. وتأثر فيك على خاطر هذيك فيها باش تدخل في جو جديد، ندخل وقتها في لغة الصداقة، الزمالة، الصحبة، نحكيو على صاحبي بطريقة أخرى، كانتك العفوية متاعنا. وكما تحكي أنت على حكاية الكتب هذوما كانت سهلة، دخلت للقسم، من بعد جات الكرتابة، ومن بعد جاء الكتاب، وجات الكراسة إلى آخره، وأنا في القسم. نعم. ما ننساوش. بقى حبيت نضيف حاجة اللي قالها لطفي، هي فيما يتعلق بالتعليم إذا كان أفضل أم لا. إذا كان باش نحكي توا كمختص كرجل تعليم أيضا، لا مجال للمقارنة، لأنه اللي نعيشوه توا هو أفضل بكثير من ما عشناه في السابق. ربما الأزمنة تغيرت، فكل وقت هذاك كان ثم التعطش نتاع الوالدين قبل ما يكونوا، نرجع ديما الوالدين للعلم، ولهذا يحبوا أولادهم باش يقراوا ولو بك القليل اللي عندهم. نعم. لكن توا
كثرة المشاغل بتاع التلميذ. ما هوش كما قبل، كان قبل يخرج يمشي يقرا ليتود يقرا، ولا يمشي حتى في حانوت حجام ولا في حانوت. احنا توصلت لطفي على العطلة، احنا بالعكس نفرحوا كي باش نرجعوا للمكتب، على خاطر تعرف اللي العطلة تقضيها تخدم مع عندك صنعة تخدم تعلم صنعة اي باش نعم. تهرب من عند عارفك باش تمشي تقرا، هذاك الجديد اللي يغير هاك اللي التعب نتاع الصيف باش ترتاح منه، باش تدخل تقرا خاطر باش ترتاح. نعم جي راحه هذا معناها كنا فرحانين. ثم عطله ثم احساس اخر بالنسبه للمنظومه، هي صحيحه ان مراجعه باش تكون مواكبه للعصر، المواكبه للشيء المطلوب مع تغير ديما من جديد. نقول في عقليات الاولياء اللي اذا كانوا اولادهم همش مرغبين في الدراسه يمشي على المصارعه، هذا اللي من اسباب الفشل عند العديد مثلا في التعليم العالي، على خاطر هو الكفاءه نتاعو توصلوا للسنه الثالثه ثانوي يا سيدي، الثالثة بالنظام القديم ولا نعم. للسابعة وخيره يمشي يتعلم صنعة، اللي يلزم ينجح بالسيف هذيك وفاة انتهى الوقت، هذا يتغير المتطلبات متاع حتى المهن نفسها. انت تشوف الحرف اللي ولات نادرة، هي قبل كانت كثيرة، على الأقل الوليدات اللي معينهمش باش يقراو يمشيو يتعلموا صنعة ويفلحوا فيها خير، ولقاو رواحهم هنا في بلاد تونسية، ولقاو رواحهم حتى في الخارج، ولاو مطلوبين. هي المشكلة تعاني منها مشكلة بلاد تونسية تقريبا، حتى أوروبا وعديد من البلدان أخرى تعاني من نفس المشاكل نتاعنا. نعم. احنا نعم. بالنسبة للتعليم نسألك نعم. خويا لطفي، بالنسبة للمستوى التعليمي الناس الكل تقول فيه هذا، نقولوا فيه في الجلسات الخاصة، معناتها المستوى كيف تقول مستوى بكري متاع التلامذة، لو تلقى واحد مثلا متخرج وعامل متريز ولكن تشوف اللغة وتشوف الكتيبة ما تلقاها شيء كما الناس تقارنه بواحد عنده سيزيام اني سكوندير قديمة. هذا هو التعطش اللي نحكيه عليه، خاطر كي يخرج يزيد يقرأ طوى مرتبط بالبرنامج المدرسي مع الكثير من الحشو، وما عادش تخلي له المتنفس لا للمطالعه لا للاضافه الملكات الجانبيه، وحتى كان بزيدوا حاجه هكا هذاك بالمعلوم فلوس خاطر البكالوريوس صحيح باش معاد باش اللي الى مستني انا حابين بس تكون كيف تطلع على الشهاده. ما شاء الله ما شاء الله. سي لطفي اللي يقول لطفي بوشناق اللي يقول تجربه لطفي يقول اغنيه تعلمني اللي هي تقريبا اغنيه يتيمه في الذاكره الغنائيه العربيه، باش نرجع بيك اللحظات اللي تشكلت الاغنيه دي. هي مش اغنيتي، هي اغنيه ابراهيم تاتلسز تركي. نعم سلمي في مستوى نعم اول كمات لآل فتحي. نعم. هي التجربه من تجربه غير عملها تاتلسز تركي. نعم الفنان التركي الكبير. اي نعم هي التجربه، هي اغنيه ضمن تجربه كامله عملناها انا والشاعر الكبير ادم فتحي على مع الكلاسيك، مع غنينا على تشايكوفسكي، موزار، بيتهوفن، ستراوس، بيزي، بافاروتي، اغاني اخرى عالميه معروفه. اغنيه كلا علمني جات من في يعني في السياق هذا، التجربه هذيك بتاع حابين نحاوروا الموسيقى العالميه اللي هي محسوبه ربما كما نقولوا الكلاسيك للنخبه، حبينا حب ادم فتحي يقرب هالتجربه هذه والموسيقى هذه اللي احنا نسميها موسيقى صامته، وهذه تسميه غالطه، فماش موسيقى صامته، موسيقى حيه هي. الموسيقى كلها كل تعبير يتكلم ويخاطبك في وجدانك ويعبر عن شيء ما. نعم. هذه أغنية من الأغنيات إن شاء الله ربي يكتب. هي أغنية لكن وكأنها نشيد، نشيد العلم، نشيد الحث على المعرفة، يعني لميساج والرسائل اللي في وسطها حاجة قوية، والاحترام للمعلم، وكاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. ومن علمني حرف مدين لي لآخر يوم في حياتي. نعم. نعم سيدي، وأنا لليوم أنا عمري 59 سنة لليوم نقولها، وبرشا يقول لك هذا تواضع مزيف مش صحيح. انا اليوم نقول انا ما زلت اليوم بديت اليوم نتعلم، ويموت المعلم وما يتعلم، والدنيا هذه يعني كل يوم البارح مش اليوم وغدوه مش البارح. نعم. واللي يصير اليوم معناتها مسرح، كل يوم تشوف فيه مشهد جديد وكل يوم تتعلم فيه شيء جديد. واطلب العلم من المهدي الى الاحد. وما نجموش نتصور انا في بلادنا وفي الدول، والحمد لله تونس معناتها نقولها معناتها من سياسه بورقيبه اللي راهن على التعليم، واللي تحيه ليه ربي يرحمه. نعم. اللي راهن على التعليم، ولا التعليم اجباري
هذي اللي إذا كان تونس مانعة ونعتقد أنه تونس من بلدان العالم الثالث اللي تتحط في الدرجة الأولى اللي قضت على الأمية, وإن شاء الله نواصل وإن شاء الله نواصل فيها وإن شاء الله. المهم هو المواصل. سمعت خويا الغالي ما نعرفش معلومة صح حالي خويا لطفي, عنا ترقداش قال 300,000 طفل عمناه والبطل والقراية 100,000 رقم خطير جدا. نتمنى أنه نتفاداه والسنة هذه نتمناها تكون مبروكة, وإن شاء الله الأمورنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والديسيبلين والانضباط إن شاء الله يعم هالأرض هذية وهالبلاد هذية باش أولادنا يتعلموا, خاطر لكن أولادنا ما يتعلموش وما يتثقفوش باش نوليه ونعانيه وباش نرجعوا بالتوالي لل 50 سنة التالي. والأحسن أنك تحكم شعب مثقف خير من اللي تحكم شعب الأسهل, تحكم شعب مثقف قاري متعلم دارس نعم. متعلم أحسن من يتعلم شعب مش متعلم وما أمي نعم. أدعو معناتها الناس الكل, أنا من موقعي بكل بساطة وبكل واحد أنه التعليم في بالنسبة للجامعات وبالنسبة للمدارس الحرة وبالنسبة للمدارس الابتدائية والكوليج الكل نتمنى أنه معناتها ناخذ الأمور بجدية أكثر. وتوى تبارك الله معناتها أولادنا الطيارات ولا سامحني في التعبير طيارات بالإنترنت وبالواحد, ما ماذا بينا نرجع كذلك صحيح للسياق القديمة والمطالعة المطالعة الكتاب اللي هو الأساس, هو الأساس في التكوين ومعناتها والمستوى أعمال يترفع والمجهود مطلوب أكثر. وكما نعرف مثلا الخدمة مش سهل أنك تكون ليسانسي ونشوفوا فيه المشاكل هذه, فالناس مطالبة ياخذوا حتى في الانتدابات ياخذوا المستويات من 17 و18. الشباب متاعنا والتلامذة متاعنا مطالبين بشي يعني يشتهدوا أكثر وبشي يقويوا, وعلاش ما توليش بلادنا زادة ننشروا في أولادنا للعالم باش يكونوا باش يخدموا باش يخدموا البلاد نعم. باش يخدموا رواحهم زاد. على الرسائل هذه نشكرك برشا سيدي لطفي. سيدي لطفي الرحموني باختصار شديد شو نجم تضيف على اللي شفته في المتحف, ولو انه بعد باش نرجعوا له ان شاء الله في هو في برامج هذاك يلخص تاريخ التعليم في البلاد التونسية منذ العصور القديمة والقديمة جدا, معنا من دخول اللغة والكتابة الفينيقية إلى حد السبعينات وقت اللي صارت الريفورم وقت اللي تعملت مراجعة للبرامج إلى آخره. حبيت نضيف كلمة خاطر قبل ما ننساها, لطفي قال المطالعة, أنا أقول الاطلاع على الشيء اللي قاعد يصير خاطر العالم قاعد يتقدم, المطالعة باهية, اللغات معرفة اللغات تدريس اللغات وخاصة كل ما هو التكنولوجيات الحديثة تجتمع على خاطر العالم توا والمترجم يعيش توا اللغات حتى الاطلاع على ما يتم نشره في الآخرين. ثقافات والاكتشافات والبحوث من ملك لغة قوم والبحوث اللي قاعدة تصير في جميع المجالات شرهم ثانيا كل واحد حسب الاختصاص متاعه في جميع المجالات, وتكون ثم الثقافة العامة اللي في وقت من الأوقات كانت سائدة تلقاه هو صحيح في التعليم لكن نجم يحكي معك في مواضيع أخرى نعم. علاش هذاك بالمطالعة نحب القراءة صحيح والاطلاع وكل شيء متوفر, هذا الغريب تو كل شيء عندهم الصغار مش نعم. نجم يقرأ نعم. ومع المتابعة من الأولياء لكن اختيار باش وتعرف توا باش ما ندخلش في حاجات ربما عندها علاقة ببعض التصرفات عند البعض السياسة انتقاء الأشياء اللي باش يطالعوها ولا باش يشوفوها ويكتشفوها بعيدا عن التزمت خاصة نعم. والدين التعليم الثقافة هي ثقافة الخلط اللي موجود نقولوا ثقافة ربما فيها الموسيقى والفنون بصفة عامة, على خطر نلاحظوا اللي ثم رخت شوية المادة الثقافية في البلاد هذه منذ فترة ولعل المنقذ الحقيقي لتونس هو العلم والمعرفة والثقافة. نخليه كلمة الختام شي لطفي باختصار. والمعلم نحترم المعلم نعم. اللي يزمه يرجع لبلاستو يرجع لبلاستو لبمكانه, ويزمنا نحترم المعلم واحنا قلت البارح نحكيه وانا اخ خالد الطبربي نحكيه يفكر باش يعمل ارتيكل على اوناتوي لو ماتر
قتلنا المعلم المعلم في كل في الصنايع في 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 كل الميادين عقليه كامله المعلم ما عادش فما معلم انت انت سي عندك 40 سنه تو في في الساحه هذه ما تلقاش واحد يجيك احيانا يسوي حالك ما تلقاش واحد يجيك يقول لك خويا وديع بربي كيفاش عملت ووريني خويا لطفي كذلك التجربه نتاعو انا في تجربتي زاد كذلك ما تلقاش عادش نمنو بالمعلم قبل كانت في الصنايع في الصنايع كان لامين المهنة وكان المعلم وكان الصانع وكان الصانع وكان القلفة وكان النص قلفة في كل شيء فما رتب فما رتب فما رتب معناتها نتمنى انه هالعقلية هذه ترجع ونتمنى انه كل حد يشد بلاستو في ميدانه ونحترموه ونتعلموا منه ونحطوه في المكان اللي يستحقها ونشجعوه نعم يا معلم كل عام وانت بألف خير انت والأولاد ربي والعائلة ربي ان شاء الله يعمر البلاد يا رب انا الكلمة الأخيرة باختصار نتمنى انه التعليم ينأى عن السياسة والسياسيين واضح وشكيك ان شاء الله تنجح واضح. السنة الدراسية يعطيكم الصحة على تشريفنا هذا الصباح كل عام وانتم بألف خير كيفاش ما هي ذكريات سمير العقربي مع المدرسة والتعليم من خلال هذا التقرير ثم نواصل باقي فقرات هذا العدد الخاص بالعودة المدرسية تفضلوا